لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. اينما كنتم في ليلة نهائي سوبر اسبانيا هنا في عروس البحر الاحمر جدة، بكل تأكيد ديربي السوبر وجه لوجه. أتلتيكو يأتي إلى هنا وليس البارسا، الريال بالتأكيد يتجاوز فالنسيا وسط حضور رئيس هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وبقية الشخصيات الرياضية التي تتواجد بانتظار دخول طاقم التحكيم لهذه المباراة وبانتظار وصول الفريقين إلى أرضية الملعب في قمة مرتقبة جدا مشاهدينا. كأس وديربي، الأمر سوبر حتى وإن لم يكن هناك نهائي، السوبر ديربي مشاهدينا متابعين عبر قنوات السعودية الرياضية. هذه أجمل تحية مني، محدثكم فارس عوض، ويسرني بأن أرحب بحضراتكم من ملعب الجوهرة في مباراة قدر. لا أحد يريد أن يخسر، كلاهما بالتأكيد يحب الفوز. إلى كرفخال أقصى اليسار، الكرة مقطوعة، الكرة إلى خارج الملعب، الكرة بتعود الآن من جديد، نهائي آخر يخوضه زيدان، التاريخ يتحدث. فالفيردي إلى كرفخال، الريال أفضل، الريال أفضل، الريال أفضل، تصويبة تأتي في اللقطة الماضية من المدافع أو من كاسيميرو، ولكن الكرة وصلت إلى حارس المرمى أوبلاك. شوف اللقطة، شوف كرة كاسيميرو، شوف الضربة التي كانت قوية مثل ريال مدريد، ونتيجة واستلام. يا سلام يا فالفيردي، ينطلق الآن، التغطية تأتي في الوقت المناسب، قطع الكرة، قطع الطريق عن طريق المدافع والمتراجع في اللقطة الماضية، لودي قصير تفوت بعد ذلك إلى لوكا، تصويبة، الكرة تصل إلى حارس المرمى، كانت عن طريق لوكا ولكن الكرة بعد ذلك تحولت. هذا الرجل الواضح في الصورة، زين الدين زيدان، الذي يتواجد بوابته الأولى للبطولات كانت أتلتيكو مدريد، كما هو الحال بالنسبة لدييغو سيميوني، بواب حسن في الأداء. مشكلة فقط الإصابات والغيابات أكثر ما يؤرق زين الدين زيدان، لأنه لم يلعب مباراة واحدة مكتمل الصفوف، بينما هذا الرجل الذي ما زال يصاب، من يحسبها، من يتواجد فيها. راموس يتحدث، لكن انظر إلى الحديث، الله على أحدث صفقات أتلتيكو، كاد أن يبدأ الحديث. جواو فيليكس، هذه التفاصيل الصغيرة لا تتكرر كثيرا في هذه النهائيات. هدية يقدمها من راموس، يقدمها وترفضها كريستيانو، هنا كان أكيد أيضا بإنذار هذا الفارو موراتا صديقهم بالأمس، لكنه اليوم شيء آخر، شيء آخر. هداف أتلتيكو في هذا الموسم بسبعة أهداف، لكن دفاع ريال مدريد يرتكب أخطاء، يقدم هدايا، انظر إلى الفارو والكرة التي بحث فيها عن ركلة جزاء وتحولت بعد ذلك إلى ضربة مرمى تلك الفترة، لكن الآن بعض التجديد، بعض اللاعبين، والآن يحاول فريق كرة بترجع الآن ديغو سيمو، الكرة بتتحول من جديد في انطلاقة، وصلت إلى جواو، جواو يحاول، الكرة مقطوعة، فاران يقطع الطريق، دفاع مدريد يتهيم، توماس يحكم قبضته، الفارو يتقدم، الفارو يا رباه، ضربة أولى لكن عدت، ماذا بقلبك يا الفارو؟ ماذا تريد اليوم؟ ابن ريال مدريد العاق، رجل أتلتيكو الآن، انظر إلى الكرة، إلى التصويبة، مرت بجوار القائم، كرة إلى جواو، جواو ينطلق، جواو بيرسل الكرة، عدت، 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 لكن الكرة بعد ذلك من ساول إلى خارج الملعب، الكرة طالت وتحولت إلى ضربة ركنية. يا ساول، كورتوا في الجانب، كرة سقوط أنخيل كوريا الأرجنتيني، والكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. يتوقف مشاهدينا في مباراة لا يمكن لها أن تتوقف، لا بد من ماضية، والكرة تتحول بعد ذلك إلى خطأ لمصلحة ريال مدريد. نشوف ونديد راموس، عرضية، المحاولة، شوف الكرات كلها بعرض الملعب، كل عادت إلى كاسيميرو، كاسيميرو بالكرات العالية، لوكا يوفيتش مراقب متابع ولكن يمرر، وقبل ذلك هناك خطأ وهناك لاعب. الآن نشاهد كرفخان، عرضية، محاولة لوكا، شوف العودة، شوف الواجبات، يا سلام يا سلام، وان تو من ديادر اتجاه اللعب، زيادة عددية، راموس يريد أن يتقدم لذكريات، عرضية، أكثر وأكثر،
الآن نشاهد كرة ثابتة لمصلحة كروس عرضية رأسية تأتي، كانت عن طريق القصير إسكو، وإسكو ليس مطالبا بالتسجيل بالرأس إلى جناح فالفيردي، ممكن يعدي، يفضل التمرير، كارفخال يتقدم، عرضية ركنية أخرى، ضربة مرمى، ضربة مرمى يشير إليها هذه المرة. ينتظرون الأمواج في ملعب المباراة، إجواو يتقدم، بيرسل الكرة تعود في الجهة اليمنى إلى كارفخال، عرضية، الكرة تشجع تتواجد بالتأكيد. المخرج الإسباني لهذه المباراة، يا له من مشهد الآن، يا له من منظر يفوت عليه، إلى مندي، مندي استلم، مندي عدى، مندي يتقدم، مندي عرضية، يا رب، مندي أراد أن يخرج مارسيلو الذي بداخله وأن يسجل، ولكن الكرة وصلت إلى حارس المرمى أوبلاك، فرصة بالضيع في اللقطة الماضية. كان يطلب من الطبيب أن يتخلص من واحدة لكي يعيش ولكي يستمر ولكي يقدم، حتى في فترة من الفترات صرح رئيس أتلتيكو بأن سيميرو عرضية الرأسية من خيمينيز، يقطع الطريق خيمي والكرة بتتحول إلى ضربة ركنية. كم هي ضربات الركنية لريال مدريد في إرسال الكرات، توني كروس عرضية رأسية، يا رب، كاد أن يسجلها كاسيميرو، من ارتكاز إلى ارتكاز كاد أن يبدأ الحوار يا زيدان، انظر إلى يجعلهم في إجازة ويقوم بكل شيء، الكرة يبحث عن حل، يريد وسيلة، يريد كرة بعد أن انتهى الشوط. تعيش أوقاتا رائعة سواء من المملكة أو من خارج المملكة. احتراتاتي، تحياتي، محدثكم فارس عوض مجددا في شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء. ضغط، يتقدم كارفخال، يحاول الريال ولكن مقطوعة من لودي، تعود الكرة من جديد في مكان سليم، المحاولة المستمرة والكرة في الصافرة وخطأ لمصلحة أتلتيكو. انطلاق إلى يوفيتش، عدى، تقدم، توغل، لأول مرة يظهر، لأول مرة نشعر بأن يوفيتش في أرضية الملعب، كاد أن يسجل هذا الصربي، أي هدف، هل تريد أن تختصر، أن تدخل القلوب، عرضية رأسية، ولكن حارس المرمى، حارس المرمى يتصدى، والكرة بتتحول الآن من جديد. لاعبين قادرين على تحمل كل الضغوطات بالنسبة لجماهير ريال مدريد، الكاسيميرو والمجهود الكبير، وبعد ذلك مجهود كبير من يوفيتش، حدا تقدم في اللحظة، أميري يرسل الكرة في استلام، يوفيتش حدا، تصويبة، يا رب، الصربي يظهر مرة أخرى، لقطة أخرى يقول فيها أنا هنا، يوفيتش هذه المرة يعطيك الانطباع بأنه مهاجم، شوف الاستلام، شوف المرور، يا السلام يا يوفيتش، لكن عد، وهنا الكرة تصل إلى توني كروس، عرضية أقصى اليمين، أقصى اليمين، لكن طالت وتحولت بعد ذلك إلى ضربة مرمى لمصلحة أتلتيكو مدريد. شوف كرة يوفيتش، شوف الاستلام، شوف المرور، هذه السحبة، هذا المهاجم، هذا الثمنتاش اللي الكرة تعود من جديد، جواو فيليكس يصبح مدافعا في الديربي، يرسل الكرة، الكرة وصلت إلى لوكا، حتى تصويبة قوية، يا رب، الكرة ضاعت مرة يا أمير، وصلت إلى خارج الملعب، أراد أن يرسم لوحة، أراد أن يكتب الشيء، أراد أن يفك بالتأكيد هذا الحصار وهذه الدفاعات، ولكن الكرات متقاربة فيما بينهم، ما في تفوق كبير، تتحول من كاسيميرو، بيرسل الكرة في الجهة اليسرى في مكان إلى مندي، إمكانيات الآن رودريجو يشارك مكان إسكو اللي قل عطاءه بالذات في شوط المباراة الثاني بشكل واضح، وبالتالي المدرب زيدان يخرج إسكو، تعود الكرة الآن من جديد، بدأت لعبة المدربين، هناك تغيير لفيتولو بدخول فيتولو من جانب سيميوني، يقابل تغيير بدخول سيميوني، قال إلى رودريجو، رودريجو إلى يوفيتش، هذه الآن عرضية، الآن رأسية، يا رب، مستحيلة يا فالفيردي، ماذا أضاع الريال، الجوهرة لمدريد لم تشع الآن، انظر إلى النقلات، هذه الكرة يوفيتش يتقدم
في اللقطة الماضية يصبح الصانع يرسل كرة، المرمى خالي أمامك، عادت لأتلتيكو الكرة العرضية في مكان، الله على التمريرة، الله على موراتا يا رب، كورتوا هنا لكن الفارو موراتا كاد أن يفعلها، سيميوني لا يصدق لأن خارج، شوف 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 من بين الأقدام يا عيني، إنه جوهرة مدريد، توني كروس استلام، ممكن العرضية الآن، تصويبة يا رب، ضاعت يا كروس، ضاعت كراتهم التي كانت تأتي من كريس في اللقطة الماضية، ممكن العرضية، عرضية رأسية، الكرة إلى خارج الملعب يا ماريانو، يا ماريانو يا كوس، توماس عرضية رأسية متابعة يا رب، مستحيلة يا كورتوا، الله يا الفارو، هدف كاد أن يكون طيرة، انفرد الفارو، انفرد موراتا، انفراد، وحاول خطأ كرت أحمر في اللقطة الواضحة على فالفيردي، لم يكن أمامه حل سوى الكرت الأحمر والإعاقة، موراتا كاد أن ينهيها، خرجوا عن النص، انظر إلى وجه الديربيلان، انظر إلى الكروت التي تخرج في كل وجه، في الاندار، سافيتش خذ اندار، كالفخار خذ اندار، خلاص أي واحد في الحياة البشرية لمدريد، الكرة تعود إلى من كوريا، يا رب، كورتوا حائط آخر، كورتوا حائط آخر يا مدريد، حائط آخر يا ريال. ركلات ترجيح إذا المشاهدين، هذا كوريا، هذا المرور، ونتابع ركلة الترجيح، يتقدم كارفخال، الله، ذراعي يتقدم ساول، الله، أسيري رودريجو، رودريجو يتقدم، الله، ديغو سيميوني من أجل أحلام الروخي، بلانكوس يتقدم، مستحيل، كورتوا بشباك نظيفة، لوكا يتقدم، الأمير الشاعري الريال إلى رسامهم وصاحب لوحة، 11 سنشاهد ونتابع، تريبيير 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 يبقي على الأمال، يبقي على الأمال، يتحمل الضغط أن يحسمها، راموس يتقدم، راموس يتقدم يا رب، الريال بطلاً